السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نوضح لكم إجراءات إصدار إجازة السوق لأول مرة. طبعا تتوجه إلى دائرة المرور وتأخذ وياك جنسية وبطاقة سكن وشهادة الجنسية. تروح لأقرب مكتب قرب دائرة المرور، تسحب استمارة من المكاتب على دائرة المرور ب15,000 دينار، يدخل بها معلوماتك، تكمل الاستمارة تأخذها وتدخل للدائرة. اكو دوائر مرور بها شعبة الفحص، فحص النظر داخل المديرية مع المرور، واكو خارج، احنا مديريتنا داخل، فتفحص طبعا شعبة فحص النظر لازم تكون ملقح، عندك كارت لقاح مال كورونا، اذا ما ملقح ما يفحصوك وترجع، انت لازم وياك الكارت والمستمسكات ولابس كمامة. قص وصل وصل مال فحص النظر ب25,000، وعندك صورتين، هم صورتين وياك، ينطوك وصل وتروح لغرفة الفحص تسلمها وتنتظر النتيجة لما تطلع، او ينطوك يقول لك بعد يومين تجي، او يعني شوف شلون يطوك. تستلم موعدك المحدد تجي ثالث يوم تستلم معاملتك وتروح للاستخبارات تدقيق الاسم. بعد ما تكمل ما مطلوب منك وان شاء الله تطلع ما مطلوب، تروح لضابط الاختبار. هنا الاختبار 3 مراحل، نظري وعملي وارشادات السلامة. اولا تدفع 30,000 رسوم الاختبار، وهي كالتالي: 10,000 للنظري و10,000 للعملي و10,000 اختبار ارشادات السلامة. يختم لك ضابط الاختبار وتروح الضابط الإدخال يطلب مستمسكاتك، جنسية وبطاقة سكن وشهادة جنسية، ويأخذ لك صورة وبصمة الأصابع. بعدها يحولك إلى ضابط التدقيق، تكمل وتروح ضابط الرسم، تدفع 80,000 رسم إصدار إجازة السوق لأول مرة. بعدها يحولك إلى ضابط التسليم وتسلمها وينطيك وصل يقول لك تعال باكر تستلم إجازتك وإن شاء الله تحصلون إجازة. وشي على شي يعني تكلف عليك 150,000 دينار. بالتوفيق.